بجد التحية ليك يا كابتن اسلام الشاطر، كل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي بدون اسئله وبدون كلام. كابتن الكبير الكابتن حسام عاشور، يعني انا ببارك لك يا كابتن حسام، طبعا مجهود كبير ومباراه صعبه، ظروف كتيره جدا حصلت جوه المباراه، لكن الثقه اللي احنا يمكن عندنا فيكوا في اللعيبه وفي الجمهور اللي ادى اداء النهارده ورساله كانت كبيره جدا. ببارك لك كابتن حسام، حابب تقول ايه على الجمهور وعلى الجو العام وعلى بطوله السوبر اللي بتضاف لتاريخ كابتن حسام عاشور؟ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، بسلم على كابتن اسلام الشاطر طبعا حبيبي وصاحبي واخويا، وطبعا كل الاساتذه الكبار اللي معاه، طبعا بسلم عليهم كلهم. بقول مبروك للعيبه الرجاله دي، مبروك للجمهور الكبير اللي النهارده شرف الناس كلها، ودي تبقى بدايه ان شاء الله يبقى يدخل الجمهور تاني الملاعب، ودي تبقى بدايه ان شاء الله. بقول مبروك لمجلس الاداره، مبروك للجهاز الفني، دي اول بطوله ليه، هو ده النادي الاهلي. يعني المدرب لسه جاي، هو الجهاز اللي معاه بقى لهم اسبوعين وبياخد بطوله من النادي الاهلي. النادي الاهلي كبير بلعبته بإدارته بكل الناس اللي واقفه في ظهر النادي الاهلي، ولعزق للحاقدين زي ما بيقولوا. يمكن انا اخد من كلامك كابتن حسام، انت من احسن الحاجات اللي بتعملها مع فريق النادي الاهلي الفصل، كل الامور اللي بتبقى خارج المباراه فصل تام، التركيز فقط في المباراه، وبالنتيجه ان النادي الاهلي بيرد في الملعب. النادي الاهلي ما بيردش غير في المستطيل الاخضر، كنا ممكن نكسب كتير لكن ظروف المباراه قدرت ان احنا نحقق السوبر بغض النظر عن الارقام وعن النتيجه. طبعا انت في بدايه موسم طبعا حمل على اللعيبه، طبعا بقول الحمد لله طبعا على المكسب، بنقدر نفصل. مبروك عظيم، مبروك يا حبيبي، مبروك يا ياسر، ربنا يخليك. طبعا بنفصل على طول، احنا النهارده اهو كسبنا ماتش السوبر، خدنا بطوله، توجنا ببطوله، النهارده هنفرح، من بكره هيبقى في عندنا تمرين. دي لعيبه النادي الاهلي بنقدر نفصل، ودي اللعيبه الكبار اللي في النادي الاهلي بتقدر تفصل خالص وتخلي اللعيبه تفصل خالص بين مباراه ومباراه، بين كاس ودوري. فان شاء الله زي ما قلت لك هنفرح النهارده، ومن بكره ان شاء الله عندنا تمرين، لليوم الاثنين ان شاء الله عندنا اول ماتش سموحه باذن الله. عاشور، كلمه للجمهور الكبير اللي حضر وازر وساعد وساند، جمهور الاهلي غير زي ما بنقول، والنادي الاهلي بجمهوره في الملعب الموضوع بيبقى مختلف خالص. طبعا الناس شافت اهي، زي ما قلت لك لازم يبقى دي بدايه ونستغلها، الناس المسؤولين على اعاده الجمهور، دي تبقى بدايه ان شاء الله، الجمهور كله يرجع مفيش مشاكل خالص. الناس الحمد لله شجعت، كل واحد شجعنا دي باخلاص. فانا زي ما قلت لك مبروك للجمهور اللي جه ساندنا ده، ومبروك للجمهور اللي كان بيتفرج في المدرجات، والحمد لله الناس شافت، الناس كلها على قد المسؤوليه، رجاله النادي الاهلي على قد المسؤوليه. وزي ما قلت لك هنفرح النهارده، ومن بكره ان شاء الله نشتغل للماتش اللي جاي ان شاء الله.